السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. في فيديو النهاردة بإذن الله انا جايب لكم هدية وجايب لكم فايدة عظيمة جدا 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 يا جماعة، عبارة عن صورة قصيرة معجزة. هذه الصورة بفضل الله عز وجل بتكتبها على ورقة، ثم تضع هذه الورقة بفضل الله تحت وسادتك وانظر ما الذي سيحدث لك، فهيحصل ليك بإذن الله ثمرات وفوائد كتيرة جدا هقولها لك، وهقول لك الأمور اللي هتحصل لك بإذن الله في الفيديو. تركز في الفيديو ده وتركز فيه جدا من أول دقيقة لحد آخر دقيقة، لأن الفيديو ده مهم جدا. ولو أنت عندك شخص عنده اضطراب أو عنده مشكلة أو عنده شيء بيفكر فيه ونفس الله عز وجل يرشده إلى الشيء الصواب، فانصحه على الفايدة دي. كما انه لو هو عنده مشاكل او عنده ازمات عنده بعض العقبات في حياته، انصحك برضه ان انت تقول له يعمل الفايدة دي. الفايدة دي يا جماعة عظيمة جدا وفوائدها كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. فالثمرات بتاعة الفايدة دي بإذن الله هكملها لكم في الامور التالية، وهي ليها رواية وليها سند على فكرة. والله هي الفايدة دي تنفع مين بالظبط؟ يعني مين بالظبط يا عبد الله اللي لازم يطبق الفايدة دي او تنصحه ان هو يعمل الفايدة دي او يطبق الفايدة دي؟ والله يا جماعة الفايدة دي تنفع اولا اي شخص عنده مشكلة او عنده ازمة ونفسه الله عز وجل يرسل له بشرى في منامه يخبره بكيفية الخروج من هذه الازمة، او يبشره ان الازمة دي هيخرج منها. ده من نوع من انواع الكشف المنامي، يعني او الفايدة دي فيها نوع من انواع الكشف المنامي، يعني انت باذن الله هتلاقي منام يخبرك الله عز وجل بحل مشكلتك او حل ازمتك. فبالتالي الفايدة دي مفيدة جدا لاي شخص يا جماعة عايز الله عز وجل يرشده لحل مشكلته او حل ازمته. لو هو عنده مشكلة او عنده ازمة بيعمل الفايدة دي وباذن الله هيلاقي البشارة في منامه. وباذن الله كمان انا عايز اقول لكم ان هو اول ما يستيقظ ان شاء الله هيلاقي باذن الله الله عز وجل يسر له اموره، وباذن الله هذه المشكله باذن الله يستطيع ان هو ينتصر عليها. طب برضه يا جماعه اللي محتاج الفايده دي هو اي شخص عنده حاجه او عنده هدف او عنده شيء يتمناه او يتمنى يحققه ومش عارف يحققه ازاي، فانت بتعمل الفايده دي بنيه ان الله عز وجل يعينك على تحقيق هذه الحاجه. وبرضه باذن الله من الممكن ان ترى بشاره في منامك او ترى شيء في منامك يبشرك او يخبرك بكيفيه تحقيق هذه الحاجه، او بتلاقي بشاره معينه في نومك. يبقى الفايدة دي برضه يا جماعة نافعة أيضا في هذا الشأن أو في هذا الأمر. ومن فوائد هذه الفائدة أيضا يا جماعة هي مفيدة جدا يا جماعة للناس اللي شاكين أو خايفين إن هم يكونوا متصابين إصابة روحانية. في بعض الناس يا جماعة بيبقى حاسس إن هو مصاب بحسد، أو بيبقى حاسس إن هو مصاب بسحر، أو بيبقى حاسس إن هو مصاب بحسد، فبالتالي هو ما بيبقاش عارف يعمل إيه. فبالتالي يعمل الفايدة دي وإن شاء الله لو هو شاكك بإذن الله هيلاقي في منامه الشخص بإذن الله احتمال يلاقي الشخص اللي عمل له سحر، بس يفعل الفايدة بالطريقة اللي أنا أقولها لكم بالظبط عشان الشيطان ما يتلاعبش بيه. لأن في يا جماعة بعض من ألاعيب الشيطان يحاول إيه، يحاول يجي لحد في منامه ويوقعه في حد تاني، يعني يخلي مثلا يخيل له أو يخليه يتخيل إن هو في حد عمل له سحر رغم إن الشخص ده يكون بيحبه، فاهمني؟ فأنا أنصحك إن أنت تطبق الفايدة دي زي ما أقولها لك بالظبط، لأن في دعاء عظيم هقوله لكم تقولوه بعد ما تطبقوا الفايدة، يعني بعد ما تكتب الآية على ورقة وأقول لكم خطوات الفايدة بالظبط. بس طبعا محتاج أقول لكم في البداية أحبابي، قبل ما تبدأوا في كتابة هذه الصورة على الورقة وتفعلوا هذه الفائدة، لا شيء يغني عن صلاة الاستخارة. يعني الصلاة الاستخارة يا جماعة هي وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة، ولازم إن احنا نعمل صلاة الاستخارة ونلتزم بيها ونجعلها في المقدمة. أنا دايما بقول أي شيء يا جماعة فعله النبي صلى الله عليه وسلم من السنة لازم نعمله ولازم نخليه في المقدمة. لكن الفايدة دي يا جماعة بمثابة إن احنا بنعملها بعدها بنية أن الله عز وجل يفرج همنا ويحقق لنا أهدافنا وييسر أمورنا. فالفايدة دي يا عبد الله بعملها إزاي؟ طبعا في البداية أحبابي الفايدة دي لا يشترط فيها اي يوم من الايام، يعني مش شرط فيها تعملها في اي يوم، ممكن تعملها في اي يوم من الايام تختار، يوم السبت او الحد براحتك. لكن الفايده دي اما تيجي تعملها لازم تعملها في جوف الليل قبل ما تنام، يعني قبل ما تنام على طول، بمجرد ان انت تعمل الفايده دي وتنام. ولازم، ودي شرط مهم جدا يا جماعه، ان انت بعد ما تعمل الفايده وتكتب هذه الصوره القصيره على ورقه، لازم بعد ما تعمل الفايده على طول ما حدش يكلمك او تكلم حد، تعمل الفايده على طول وتنام مباشره. يعني بعد ما تنتهي من فعل الفايده على طول تقوم بالنوم مباشرة. طيب بعمل الفايدة دي ازاي يا عبد الله؟ كل اللي بطلبه منك بإذن الله ان انت اولا تيجي بعد صلاة العشاء، بتيجي بعد صلاة العشاء وبتصلي 4 ركعات. فالركعة الأولى بعد سورة الفاتحة بتقوم بقراءة سورة الضحى. الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة بتقرأ سورة والتين. بعد ذلك بنيجي للركعة الثالثة، وبعد ما تقرأ سورة الفاتحة بتقرأ سورة القدر.
بعد ذلك بنيجي للركعة الرابعة، وبعد ما تقرأ طبعا سورة الفاتحة بتقرأ سورة الزلزلة. يبقى إذا أنت هتصلي 4 ركعات زي ما قلت لكم، وهتقرأ في السور اللي أنا قلتها لك. وطبعا يا أحبابي زي ما احنا متعودين كل تفاصيل الفايدة أنا كاتبها في صندوق الوصف. بعد ذلك بإذن الله بنيجي للخطوة التانية في الفايدة، وهي إن أنت بتيجي في جو في الليل، وممكن كمان بعد الفايدة على طول، يعني قبل ما تنام. ويا سلام لو عرفت تنام بعد صلاة العشاء على طول، بتيجي في جو في الليل وإيه، تجيب ورقة، أي ورقة سواء بيضاء أو مسطرة، بس بتجيب ورقة، بتجيب أي ورقة يا جماعة زي الورقة دي كده، وبتكتب سورة الزلزلة مرة واحدة فقط على هذه الورقة. يعني بتقوم بكتابة سورة الزلزلة مرة واحدة فقط على هذه الورقة. والقلم أي قلم يا جماعة، سواء كان قلم جاف أو قلم رصاص عادي مفيش مشكلة. وبعد ما تكتب سورة الزلزلة مرة واحدة، بتقوم بطوي هذه الورقة هكذا، ثم تقوم بوضعها تحت الوسادة أو تحت وسادتك، للوسادة اللي أنت بتنام عليها. بعد ذلك بإذن الله طبعا بتكون متوضئ، طبعا أنت بتكون متوضئ قبلها، بتقرأ هذا الدعاء العظيم مرة واحدة فقط، بتقول الدعاء ده مرة واحدة بس. والدعاء بإذن الله اللي أنت هتقوله هو: اللهم إني أعوذ بك من سيئ الأحلام، وأستجير بك من تلاعب الشيطان في اليقظة أو المنام. اللهم إني أسألك رؤية صالحة صادقة نافعة حافظة غير منسية. اللهم أرني في منامي ما أحب. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم، أرني في منامي ما ترى لي فيه الخير. ده الدعاء بإذن الله يا أحبابي اللي انتوا هتقوموا بقراءته مرة واحدة فقط. وطبعا خطوات الفايدة بالتفصيل أنا كتبها لكم في صندوق الوصف. بعد ما طبق الخطوات، طبعا الورقة بتبقى تحت وسادتك، فبتقوم بالنوم. بإذن الله هتتفاجأ من البشارة اللي هتحصل لك إن شاء الله. وزي ما قلت لكم يا جماعة، الفايدة دي من المجربات القوية جدا، أتمنى تطبقوها. وبس كده يكون الفيديو خلص، أتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.